عشان نور وسرور. أسعد الله مساك بالخير أستاذ عبد الله وإلى المعد أستاذ قاسم البتاعي. حياك حياك الله. يا كيف الحال خطاب؟ الخطاب الإسحاق. نعم يا مرحبا وسهلا فيك الخطاب. تفضل تفضل مداخلتك. حياك سهلا. كيف حالكم طيبين؟ الحمد لله نشكر الله. تفضل. بس عندي مداخلة بخصوص موضوع سيادة الضمان الاجتماعي والمنظومة الاجتماعية. نعم. حقيقة الأمر الآن يعني وزارة التنمية الاجتماعية هناك عدة عراقيل للفئات يعني المستحقة لهذه الإعانة الشهرية. في المثال يعني عندنا فئة الأرامل يعني الأرملة مع وجود أبناء يعملون تجد هذا الوزارة تقطع عليهم الرواتب. يعني أول ما يعمل الولد أو البنات اللي أعتقد أول ما يعمل يعني الشخص يدخل ينخرط في مجال العمل الراتب الضمان الاجتماعي يقطع. يعني يقطع وبعذر أن ابنك هو يعمل وهو يعول. يعني هذا الابن كم بيوفي وكم بيخلي إذا كان عنده أولاد وعنده أسرة وعنده هو شيء أكيد ما حد بيقصر في والدته. ولكن يعني مستلزمات الحياة الآن أستاذ عبد الله يعني في غلاء وفي يعني تضخم كثير. صحيح. ففي حالات كثيرة يعني من الأرامل بعد وجود أبناء يعملون يقطع عليهم الراتب وقد يكون هذاك الابن يعمل براتب بسيط جدا في قطاع خاص قد لا يلبي حتى احتياجاته الخاصة هو وأسرته. نعم. أنت تابعت لقاءنا قبل قليل مع مدير دائرة الضمان الاجتماعي والمساعدات بوزارة التنمية الاجتماعية؟ نعم نعم تابعت الحوار. نعم. هم المفروض الآن شرنا خيرا أنه هناك إعادة جدولة أو إعادة احتفال. هذا الآن المطلوب منهم وفق التوجيهات السامية لقاء السلطان حفظه الله أنه يتم إعادة مراجعة أسس احتساب مخصصات الضمان الاجتماعي بما يوفر مستوى معيشي مناسب لهذه الفئات. فبالتالي إن شاء الله هذه الملاحظات المفروض أنها تؤخذ بالحسبان وأنها تكون يعني هذه فرصة الآن ثمينة للمراجعة. ومثل ما قال حتى الأستاذ سالم يقول هذا القانون ترى قديم يعني صح أنه يعني جاءت بعد بعض الأوامر بالتعديلات والزيادات يعني في يمكن 2011-2012 لكن القانون أصلاً والفئات المستهدفة والمستحقة وغيرها يعني قديم ويحتاج فعلا إلى هالنوع من المراجعة. قديم ويحتاج إعادة مراجعة وأتوقع يحتاج أن يكون هناك تحديث لهذا أكيد. القانون. ويعني حتى ترى متطلبات الحياة تختلف يعني التضخم من 2011 إلى الآن زاد الغلاء المعيشة زاد. فبالتالي الهدف من راتب الضمان الاجتماعي هو أنه يوفر حياة كريمة يوفر استقرار يعني معيشي. وهذا ما نصت عليه أحد بنود النظام الأساسي للدولة وأن الدولة تكفل الحياة الكريمة للمواطن. وبلا شك احنا يعني واثقون في حكومتنا أنهم قادمون ومستبشرين خير في مولانا السلطان هيثم بن طارق حفظ الله ورعاه. شكرا لك يا الخطاب. شكرا لك على مداخلتك. بس هناك تغلي المجال أيضا هناك فئة الأمراض المزمنة أستاذ عبد الله. فئة الأمراض المزمنة هذه تعاني كثير. يعني أشخاص عندهم أنيميا منجلية عندهم ثلاسيميا محتاجين دائما إلى مراجعة المستشفيات. حقيقة الأمر هناك يعني تعقيد من وزارة التنمية الاجتماعية إنه يطلب من هذا الفئة أن يحضروا تقارير كل 5 سنوات أو كل 4 سنوات لتحديث الحالة. يعني هو مرض مزمن هل هذا المرض المزمن سوف يشفي بعد 5 سنوات؟ بعض المرضى لا يستطيعون حتى أن يغادروا فراشهم. يعني زين مدة الخمس سنوات الخطاب يعني ما تعتقد مدة الخمس سنوات يعني مدة طويلة يعني ما أنه يعني تعتقد أنها مرهقة يعني حتى لو كانت على كل 5 سنوات يمكن هناك تحديثات معينة. من مدة هل هي 5 سنوات أو سنة أو سنتين ما متأكد. لكن حسب ما سمعت يعني أنه هناك يعني تحديث البيانات هذه مرهق جدا حتى فئة الشيخوخة وفئة الفئات اللي هي حتى الفتيات الأيتام أيضا بعد الزواج يطلب منهم التحديث. وقد يكون هناك يعني بعض كما تقول عدم وضوح في القوانين يعني من قبل هذه الفئة. يعني اسمح للخطاب أني أتداخل معك في هذا الجانب بالتحديد لأنه يعني ناقشنا حتى مع وزيرة التنمية الاجتماعية في لقاءات سابقة. تحديث البيانات أمر جيد
لكن نحن نقول إنه هذا التحديث يجب أن يكون بطريقة متطورة وبطريقة متقدمة وبطريقة تقنية وبطريقة فيها ربط للبيانات بحيث أنها ما تشكل أي عبء على المستفيد من هذه الخدمة. حيث بياناتكم حثوهن لكن من خلال الحصول على مصادر تقنية عن طريق مثلا موقع معين هذا عن طريق يعني إحنا الحين ما نطمح أن تكون حكومة إلكترونية. هذا ما ما زال العمل على نظام الأوراق في الوزارة هذا المفروض أنه يعني من خلال توجهات السلطنة الآن في التحول الرقمي الحكومي اللي تم تحديد إطار زمني حالة ما يتجاوز 5 سنوات المفروض أن هذه الخدمات كلها تتحول بشكل إلكتروني وتترابط البيانات فيما بينها حتى لا يطلب من أي أحد ورقة من مكان والله جيب شهادة راتب أبنائك كلهم وجيب يمكن كشوفات حسابات وجيب ورقة من سجل تجاري إذا كان عندك ويعني صراحة مرهق يعني أنا أتفق معك لكن مرهق نعم لكن إحنا نتمنى هذا الربط الإلكتروني يعني مبلغ بسيط ويتكبد المستفيدين حقيقة الأمر مراجعة الجهات والدوائر قد يكون من أماكن بعيدة ولا يملكون حتى سيارة لتقلهم. نعم شكرا لك يا الخطاب. الأمر شاق جدا. شكرا لك يا الخطاب سعيدين بسماع صوتك. شكرا لك إتاحة المجال أستاذ عبد الله وإحنا دائما يعني نتشرف بسماع هذه الأصوات المبدعة والتي يعني تهتم بقضايا المجتمع والشعب الأمني. شكرا لكم وشكرا لإذاعة شبيبة. شكرا يا الخطاب يعطيك.